بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الحلقة الثانية من كومسول مالتي فيزيكس وازاي نستخدمه. الأول عايزين نعرف يعني ايه كومسول مالتي فيزيكس. الكومسول مالتي فيزيكس هو منصة تفاعلية تتيح للباحثين إيجاد الحلول العددية للمعادلات التفاضلية التي تصف الظواهر الفيزيائية وإجراء محاكاة لهذه الظواهر. النماذج الرياضية المستخدمة في وصف الظواهر الرياضية هي معادلات تفاضلية خطية أو غير خطية، عادية أو جزئية، على حسب عدد المتغيرات الموجودة في الظواهر أو حسب اهتمام الرقم. الحلول التحليلية تصبح صعبة المنال في حال ما إذا كانت المعادلات غير خطية، ولذلك يلجأ الباحثين إلى الحلول العددية، وأشهر طريقة لإيجاد الحلول العددية هي ما تسمى بالفاينات إليمنت ميثود. صعوبه الطرق العددية هي في البرمجة التي لا يجيدها معظمنا، وفي الغالب من يملكونها يعيشون في جزء من العجل. لذلك نشأت بعض البرامج التفاعلية اللي بيسموها Simulation Software التي تتيح للباحث إيجاد حلول عددية للمعادلات التفاضلية دون الحاجة إلى معرفة طرق البرمجة. البرامج من أشهر هذه البرامج Comsol Multiphysics, Abacus, ANSYS, LAMMIS and OBIFO. احنا هنتعامل مع الكونسول مالتي فيزيكس اللي هو عبارة عن كروس بلاتفورم فاينات إليمنت أناليزيس سولفر اند مالتي فيزيكس سيميوليشن سوفت وير، يقدر يتعامل مع اكثر من فيزيكس للمسألة الواحدة. It is a large conventional physics test under interfaces and the coupled system of partial differential equations. ده البرنامج، هضغط على النيو موديل ويزرد هيديني الجيومتري اللي موجوده بالنسبه له. لو انا بتعامل مع مساله من 3D الجيومتري بتاعها هيبقى وسط في 3D، لو انا بتعامل مع مساله 2D اكسيسيمتريك زي الصوامه او كره، لو انت بتتعامل مع مساله مصفوفه في 2D جيومتري او 1 اكسس سيومتري جيومتري، او انت بتتعامل مع مساله في 1 دايمنشن 1D وانا والمساله اللي ما فيهاش دايمنشن بتبقى 0 دايمنشن. انا هختار زيرو دايمنشن، هيديني سيلكت فيزيكس، هيقول لي سيلكت فيزيكس دي الفيزيكس اللي موجوده عنده اللي انت تقدر تدرسها، اي سي دي سي، كيميكال سبيسز ترانسبورت، الكتروكيمستري، في ترانسفير، بلازما، ستراكشر ميكانكس اند ماثماتكس. انا ههتم فقط بالماثماتكس لان انا عايز احل معادلات تفاضليه سواء اذا كانت خطيه او جزئيه، أو خطية أو غير خطية، جزئية أو عادية، جزئية أو عادية في الفراغ، وبالتالي أنا هختار الماثماتكس لأن أنا مش مرتبط بجيومتري. فهنا بيقول لي ذا دي أو دي أند دي أي إي إنترفيس آر يوزد تو أد جلوبال سبيس إندبندنت إيكويشنز ذات كان ريبريزنت أديشنال ستيتس. ذا إيكويشن كان بي أوردينري ديفرنشال إيكويشن أو or algebraic equation and DAE. هختار study، هختار الجزء ده اللي هي الفيزيكس ده، اضغط عليها هيديني global ordinary differential equation، اعمل add للفيزيكس اللي انا هدرسها وبعد كده اختار study. هنا هيقول لي، هيديني صفحة جديدة او نافذة جديدة، هيقول لي select study، الدراسة اللي انت عايز تعملها، عايز تعمل eigen frequency ولا عايز تعمل ايجين فاليو ولا عايز فريكوانسي دومين ولا عايز ستيشنري ولا عايز تايم ديبندنت. انا المساله بتاعتي تعتمد على الزمن لان انا واخد معادله تفاضليه، هاخد معادله تفاضليه في الزمن. فهنا بيديني على اليمين وصف للباكج اللي انت هتستخدمه. تايم ديبندنت معناه ان ذا تايم ديبندنت ستادي از يوزد وين فيلد فاريبلز تشينج اوفر تايم، لما المتغيرات بتاعتك مرتبطه بالزمن. طبعا انا هختار هنا study time dependent وبعد كده اختار done، هقول له نو no. اختار يس yes عشان افتح صفحه جديده لان الملف كان موجود عندي قبل كده. اللي يهمني في كل ده الواجهه الاساسيه بتاعت البرنامج. انا مهتم فقط بالجزء ده اللي هو global ordinary differential equation اللي انا هعرف المعادلات بتاعتي هنا. فاضغط على global equations نمبر 1، هيديني نافذه فيها السيتنج بتاعت الجلوبال ايكويشن ده الليبل، لو انت عايز تغيره مفيش مشكله، عايز تسيبه زي ما هو مفيش مشكله. هنا بيديني الجلوبال ايكويشن، الجلوبال ايكويشنز اللي هو بيستخدمها هو عباره عن الاف ده اللي في اليو
واليو تي واليو دبل تي والتي بتساوي صفر والانيشال كونديشن يو اوف تي 0 بيساوي يو 0 يو تي اوف تي 0 بيساوي يو تي 0 اللي هي الانيشال كونديشنز بتاعه المعادله التفاضليه. انا هنا عندي مساله بالشكل ده اهي يو دبل دوت زائد يو يو دوت زائد يو دوت تربيع بتساوي اف اوف تي والاف اوف تي لها ثلاث اختيارات والانيشال كونديشن يو اوف 0 بتساوي 1 ويو دوت اوف 0 بتساوي 1. فهروح على انا عندي الفانكشن اسمها يو مش اسمها اف، لو انت عايز تخليها اف برضه مفيش مشكله، لكن انا الفانكشن بتاعتي بسميها يو. لا ممكن احطها هنا الاقيها ظهرت هنا. طب عايز احط الفانكشنز او المعادله التفاضليه بتاعتي، المعادله التفاضليه هكتبها بالشكل ده يو دبل تي معناها المشتقه الثانيه بالنسبه للزمن زائد يو مضروبه في يو في تي ده اللي هو بيفهمه زائد يو تي ستار يو تي ده المشتقه الاولى تربيع زائد ناقص هنقل الطرف ده الناحيه الثانيه انا خدت الداله دي ناقص تي تربيع ناقص تي ناقص واحد طبعا خدت الاي والبي كلها بواحد واعمل كوبي واروح احطها في الحقل ده. طيب عايز احط الانيشال كونديشنز اللي هي ده اهي الانيشال كونديشنز دي، فهروح هنا الانيشال كونديشن احط واحد الاقيها ظهرت لي هنا. طيب عايز الانيشال كونديشن ممكن احطها هنا الاقيها ظهرت لي هنا. كده انا كتبت المعادله التفاضليه بتاعتي وكتبت الانيشال كونديشن. عايز احل اروح على الاستادي واقول له كليك يمين استادي او من هنا كومبيوت اضغط على كومبيوت هيديني الحل. هلاقي ده هنا بيديني الليجند بتاع الفاريبل بتاعتي ستيت فاريبل هنا يو لان انا غيرت الاف في اليو. طب عايز اغيرها عايز اغير مكانها اروح على ليجند هنا واختار اهي لو انت مش عايزها خالص اهي شو ليجند خليها زي ما هي كده. دلوقتي انا عايز اخرج الرسمه ديت كداتا في اكسل شيت هروح على اكسبورت واقول له كليك يمين اضغط بلوت يديني نافذه فيها السيتنج بتاعت البلوت اقول له اكسبورت واجي هنا اختار نوع الفايل عايزه سي اس بي اللي هو اكسل شيت اهو واسميه مثلا واحد واضغط سي الاحظ اهو افتحه هيديني هنا زيرو قيمه الفاريبل الاولاني وادي قيمه الحل 0.1 0.2 0.3 0.4 لحد الواحد. طيب هل في امكانيه غير الخطوه دي؟ اه في امكانيه ان انا اغير الخطوه اروح على ستيب هنا تايم ديبندنت اهي وهنا بيقول لي تايمز الرينج 0 0.1 اخليها 1 من 100 يحسب الخطوه بتاعتي 1 من 100 واقول له اعمل كومبيوت للحل ده حسب لي الحل اروح افضره باكسل شيت هقول له بلوت هنا هسميه 2 واختار اكسل شيت واضغط سي افتح ده هيديني هنا 0.01 دي الخطوه اللي هو بيحل بيها هتلاقي عدد طبعا كل ما تصغر الزمن كل ما الاكيورسي تبقى افضل ممكن اخد ده واقول له اعمله لي خد الفتره بتاعتي مثلا 0.001 واحسب الحل ده وبعد كده اقول له اكسبورت كلوب اكسبورت عايزه تي في سي اهو واروح افتحه انا ما سميتوش اهو اهو دي قيم الداء المتغير تي وده قيم الداء كده انا حليت معادله تفاضليه غير خطية باستخدام الكونسول مالتي فيزيكس. شكرا جزيلا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.